والله العظيم ما حرامي. طب اقنعني. طيب عملت انا النوم بسلمه حرامي. انت طريق التمريض ما تمشيش في الشارع بقى، ما تروشناش. انت هتقعد قوم يا عم، انت هتقعد، انت بجح قوي. بس هناخد قرص واحد بقى عشان خاطر ده غلط على الكلى. السلام عليكم. تمام كده. اتفضل. لا يا فندم، شوف الاستاذ الاول. عادي الراجل ده بقى. لا لا لا، هو جه قبلي والله. عادي ما صحش يا باشا. لا لا اتفضل والله. لو في حاجه اقوى من ده يا دكتور يا ريت. يعني هو ده مسكن كويس؟ في طب سخونيه ولا حاجه؟ اه في سخونيه. طيب هديك برضو حاجه اسمها بروفيل. اجيب لك 400 ولا 600؟ خد ال 400. اجيب لك منه شرايط ولا علب؟ لا علب. الو، ايه يا احمد فين؟ انا دلوقتي انا جاي لك اهو. يلا سلام. طب دكتور اعتذرك، بس هاكل العربيه وهاجي لك تاني. خلاص تمام، مفيش مشكله. حضرتك تعرفني؟ لا ما اعرفكش. طب في حاجه حضرتك مسكني كده ليه؟ خد حاجه من هنا. حاجه ايه؟ ثانيه واحده، انا هاخد حاجه من هنا، هو انا حرامي؟ مش عارف والله. انت قول لنفسك. في خد حاجه من هنا دلوقتي حالا. ثانيه بس. حضرتك بتعمل ايه طيب؟ بس يا فندم حاجه ايه يا فندم؟ فندم انا حضرتك، انا كنت منتظر الاستاذ عشان يخلص عشان اطلب منك دواء. انت خدت حاجه وانا بكلم الدكتور دلوقتي حالا. طيب بص عشان بس افهمك حاجه. اتفضل. انت راجل محترم صح؟ ما هو ده مش منظر حرامي. ماشي. انا ده مش منظر حرامي. مش راجل شايفك على فكره عادي. هو مش هيبال عليك. تمام تمام. اطلع الحاجه يا فندم. انا مش حرامي يا دكتور. خد حاجه دلوقتي حالا وانا بكلم حضرتك دلوقتي حالا يا فندم. انا مش انا حرامي. انا ثانيه واحده. طيب تعالى بس كده، خد بس في خد بس، تعالى بس. ايه تعالى ولا ايه في حضرتك؟ تعرفني؟ تعالى بس وقف لي هنا كده. ايه اللي معاك بقى؟ في حاجه ولا ايه؟ ثانيه واحده. بص ما خدت ايه من الاخر؟ انا هاخد ايه يا فندم؟ انا عايز اعرف انت خدت ايه. ما انا عايز اعرف انت خدت ايه. ثانيه اهدى بس، اهدى. انا هادي. انت خدت ايه هنا؟ انا ما خدتش حاجه يا فندم. وايه اللي ما خدتش حاجه؟ هو انا ايه عملك؟ انا طلبت من حضرتك حاجه؟ هو حضرتك انا قصدي انت دخلت اصلا ولا مش طب ثانية لو سمحت ما يصحش كده. يعني يعني احنا ناس محترمين. ما انا عارف ان احنا محترمين عشان كده بسالك. احمد ربنا يمسك كده. احمد ربنا قول الحمد لله كده. الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. طلع بقى جيب لك فطار صحيوي. خد يا معلم فطار صحيوي اهو. هناخد قرص الصبح وقرص بالليل. انت حاجه ولا ايه؟ قرص الصبح وقرص بالليل. تمام. ايه دكتور؟ هو معلش انا اسف، هو بكام ده يا دكتور؟ ديت دي ب 20. طيب شكرا جزيلا. ايه عايزها دكتور؟ اتفضل. ثواني يا باشا بعد اذنك. الراجل ده انا شفته خد حاجات من هنا. حاجات ايه؟ حاجات من هنا. معرفش هو انسرق حاجه. ده بيحط ايده هنا وحطها في جيبه، فاكيد خد حاجه من هنا. اكيد انا شكلي مش حرامي يعني. حضرتك ما يصحش حضرتك بتقوله ده. ما يصحش يا باشا. حضرتك ما فيش حاجه في جيبك؟ يا فندم يعني ايه؟ انا موبايل. معلش ثانيه يا دكتور. طب تعالى كده. بص يعني هو الناس مش هتكذب ولا هتتبلع. طب انا ذنبي ايه؟ انا بتكلمه عادي وببص يعني كده عينيا بس لمحته. هو ممكن اعرف هو خد ايه يا فندم؟ ايد حضرتك ما ينفعش. ما يصحش يعني. انا راجل محترم. يا فندم ما ينفعش فتش. ما ينفعش فتشني يا فندم. لا افتشك طبعا. لو سمحت يا فندم ما ينفعش. مش هينفع يا دكتور. شوف كيف الجبنه يا فندم. دي كانت معايا. دي كانت معاك؟ ثواني كده. طب الكود ده على الكود بتاع الصيدليه عليه. دي كانت معاك؟ انت بتكذب. انا شايفه بعينيا يعني وهو بياخدها دلوقتي. حرامي. المشكله انه باين عليه نضيف يعني. باين حد باين عليه. ما اعرفش والله يعني. انت شكلك نضيف وبتسرق. انا والله العظيم ما حرامي. طب اقنعني. طيب يا فندم الحقيقه. امال انت ايه؟ امال انت ايه؟ انت واخد الحاجه دي حاططها في جيبك. امال انت ايه؟ انت في حد في البيت عارف ان انت كده؟ انت هتقعد قوم يا عم. انت هتقعد. انت بجح قوي. انت جاي تقعد. ما تردش. في حد شاي بقى؟ في حد في البيت عارف ان انت كده؟ سعر الحاجه ب 30 جنيه 25 جنيه. حتى المثل بيقول لك انسرقت سرقه جمل. انا دي حاله نفسيه بتجيلي. انا ما اعرفش بتجيلي ايه. طب صدق الكلام ده. عملت انا النوم. بسلمه حرامي. المفروض اسلمه. سلمه على طول يا باشا. هتصل لك يا باشا. ثانيه واحده بالبيت. والله بيت ايه؟ هتصل لك بالبيت. بيت ايه؟ طب انا مش ضمنني اصلا. انا اسف يا دكتور. اتصل بالبيت. اتفضل. حرامي وبيبجح. الو الو. ايوه يا ساره. ساره انا دلوقتي ممسوك في صيدليه. ثواني. الو
الو حضرتك حضرتك المدام بتاع الاستاذ اسمك ايه؟ حازم. حضرتك المدام بتاع الاستاذ حازم؟ اه يا فندم. طيب في حاجه ولا ايه؟ طب يا فندم احنا صيدليه رمسيس. استاذ حازم احنا قفشناه وهو بيسرق، بيقول ان هو الكلام ده مريض ومش عارف ايه وبيهرفض شويه كلام. والله يا ساره الحق اسكت انت بس. ساره ايه وبتاع ايه؟ معلش يا دكتور. طب احنا نتصرف معاه ازاي يا فندم؟ معلش انا كنت هسلمه دلوقتي. كلنا وكل عيلته بنساعده، بس هو مصمم يبقى في اللي هو فيه ده، بس علشان خاطر يا دكتور هو فعلا مش حرامي. والله هو مش حرامي، مش شغال في والله بنك. والله انا بطاقه اهي، انا مريض نفسي، انا بعترف يا جماعه انا مريض نفسي. والله والله العظيم مرض نفسي. هو الدكتور هو اللي انا والله يا دكتور حضرتك عارف الحاله دي، انا ما اعرفش انا بعمل كده ليه. انا بدخل مكان باخد حاجات انا ما اعرفش باخدها ليه. دي حاله نفسيه، يبقى حاله نفسيه. يبقى ما ينزلش من البيت. احنا لسه مسلمين بقى. بص يا سعاده الباشا، بس عشان بس افهمك. طب اهدى بس، اهدى. لازم نتعاطف معاه برضو، لازم. لا 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 هسلمه. ما ينفعش. لا هسلمه يا دكتور، ما ينفعش. بس ثانيه واحده عشان خاطر ده ابن ناس. طب انت شايف كده يعني؟ انت شايف ان واحد يسرق؟ انت شايف ان هو واحد يسرق يعني ويغفلنا؟ ما هي هو بيقول لك مرض نفسي. ما مرض نفسي بقى يتعالج. ما يتعالج بس ما يعملش كده تاني. احنا نقف جنبه، ما ينفعش نبقى ضده. ما احنا هنسلمه دي بقى احنا وقفنا ضده، وهنخلي مستقبله دي حرام. حرام ان هو مستقبله دي، هو لسه شاب برضه. احنا لو في حاجه في ايدينا نعملها له. بقول لك ايه يا صاحبي؟ بقول لك ايه، انت دلوقتي سرقت يا اخي. قول كلمه يا اخي قول كلمه طيبه يا باشا. طب انت مريض ما تمشيش في الشارع بقى، ما تروشناش. يلا يابا احنا مالناش دعوه بعد اذنك يا دكتور. ازاي مالناش دعوه يا حبيبي؟ انت مش فاهم. ممكن يحصل له اي حاجه بره، ده احنا نعالجه ونشوف ايه الدنيا معاه ونظبطها. بس برضو لازم يكون في حل يعني. انت على الوضع ده مش هينفع. حرام عليك، حرام عليك عيالك، حرام عليك مراتك، حرام عليك بيتك، حرام عليك نفسك. طب لو سرق تاني ايه المشكله؟ ما هي المشكله ان هو هيخرج من هنا، لازم يتعالج. ما هو لو ما اتعالجش هيكرر الموضوع ده. وخلي بالك هو دي مش اول مره تحصل معاه موقف زي ده. اكيد الموقف ده حصل معاه 50 مليون مره، ووقف نفس الحكايه دي. انت رب اسره يعني، انت مش لوحدك. لو لوحدك ومعكش حد، لو فعلا هي مراتك انا ما اعرفش، بس انت تكون رب اسره وعندك زوجه وعندك اولاد، شكلك قدامهم ايه كراجل؟ ولا حاجه. لما نكلمها في التليفون ونقول لها جوزك جاي 1 2 3 وهناخده ونوديه اسم وحش، حط دول قدامك، حط الكيكه دي كلها قدامك، مش هتتعجل لك اصلا. تعجل دلوقتي.